خويا دي الطواليطه دي الكوزينه اللي كنطيب فيها، وهذه هي الطواليطه. هذا هو الموحي اللي عندي، عاد الضيق بزاف اش الحاله، مكرفسين بزاف حنا 30 سنه ولا ما 34 سنه حنا هنا في الدوار هذا، ما دايروا معنا حتى حل والو، كيعطيونا غير التجربات وصافي. الطواليط وتطيب في نفس الوقت، وبيت قاد الحال بويا الصغيره هنا عندي بيتان عايشين القوم بزاف مع الدراري الصغير والصح والظروف معيشة لا إله إلا الله. عندي طواليط وكوب صغير وأنا وولدي وراجلي، معيشة ضعيفة، بيت واحد عجن فيه نطيب فيه نصبن فيه نعس فيه، حتى كيكون سارد وكنفرش الحصير هكذاك وكنعس، كنجفف جوج شفيفات باش نشف البيت باش نعس فيه. هانتي المسائل ديالي كل في محل واحد، انا وراجلي ووليداتي. جي جي تكري الكرا غالية، حنا عايشين هنا مستقرين في هذا، وما عندنا باش نكريو، ما عايشين الحمد لله ضعفاء ما عندناش. الفران فيه كنطيب بعيد علينا، كنطيبوها في العواد في الصهد والشمس، ومني كتشتا مني كيكون الشتا الغايص والبرد، عندنا سقاية وحدة كندازو باش كنجيبو نقطة ديال الماء. هضرناه حنا ثلاثين عام اخويا، حنا عايشين في هاد الشتا 30 عام، حنا درنا 30 عام ماشي مشكل، 30 عام حنا عايشين في هاد الشي وكنتعذبو ولادنا كيتعذبو ومكرفسين، مكرفسين في الماء ومكرفسين في كلشي، أي حاجة شي حتى حاجه بقات لينا زعما من ما من تفرق لينا زعما، والمشكل عندنا بعيد وكلشي بعيد علينا، مدرسه لوليداتنا وكلشي مكرفص، كي الشتا كي الصيف كلشي بحال بحال. بالنسبه للصيف ما تقدرش تطيب في الدار؟ الصيف كي ما كنطيبوش في الدار وما كنلعبوش في الدار، كي الشتا كي الشتا بحال بحال. كيف كاين الصاد؟